مرحبا واهلا وسهلا بكم اصدقائي بحلقة جديدة من برنامج ساعة مرح، ساعة مليئة بالاسئلة والجوائز والمعلومات ايضا. ولا تنسوا تشاركونا اتصالاتكم على رقم 44333444. عبد الله اين انت؟ تعال تعال لا تخاف، تعال هيا. نعم يا حصة. تفضل تفضل. موجود أنا. تفضل تعال تعال، لماذا تختبئ؟ لا ما اختبئ. هيا هيا لا تشعر بالحرج، اقترب. موجود أنا يا حصة. ايش فيك يا حصة؟ لا شيء يا عبد الله، يعني هو سؤال موجه إلى أصدقائي. ايه. هل تعرفون عبد الله ماذا فعل اليوم؟ وأمس وقبل أمس وقبل شهر وقبل سنة؟ لا تعرفون ليس كذلك؟ مو بلازم يعرفون يا حصة، مو بلازم لا يعرفون. لازم يعرفون. خليني أرحب في أصدقائنا الزين، أنا ما يصير أنت ترحبين فيهم وأنا ما أرحب فيهم. حسنا حسنا، هيا رحب رحب، تفضل تفضل. زين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة مثل ما عودناكم من ساعة مرحنا معاكم إن شاء الله كل جمعة وسبت من الساعة 4 لين الساعة 5، ننتظركم وننتظر اتصالاتكم شنو؟ يعني نحن على الموعد ننتظركم من الساعة 4 للساعة 5. اي من الساعة 4 من الساعة 4 للساعة 5 تتصلون علينا على الرقم 44333444. يعني ليس 4 وربع و4 وثلث و4 ونص. لا لا الساعة 4 4. إيه؟ أنا أحب المواعيد والالتزام بالمواعيد أيضاً. إيش قصدك؟ إيش قصدك يا حصة؟ يعني أنا ما فهمتك للحين، يعني مواعيد والتزام في المواعيد. نسيت؟ شنو؟ نسيت أن اليوم كان لديك موعد معي الساعة 3 وجئت الساعة 3:30؟ نسيت؟ إيه بس مو بس موعد شنو يا حصة؟ ذكريني، ما أذكر أنا. ألم تخبرني يا عبد الله أنك تريد أن تخرجني خارج المنزل لكي نذهب إلى السوق التجاري؟ أنا قلت لك يعني الساعة 3:30 قبل الحلقة أنا كنت بطلعك، شو بنطلع؟ لا اتفقنا الساعة 3 يا عبد الله. الساعة 3 وأنت جئت الساعة 3 ورب. زين يا حصة، أول مرة أسويها عادي يعني أول مرة؟ لا مش أول مرة، وبالأمس. أمس بعد؟ وقبل أمس وقبل شهر وقبل سنة. حصة حصة حصة، يعني أصدقائنا يعرفون أن أنا ملتزم بمواعيدي ودائما موجود. لا تقعدين حصة تغيرين نظرتهم فيني. أنت دائما تخلف المواعيد يا عبد الله، دائما دائما. يعني الحين أنت اللي تبين توصلين لي أن الواحد إذا كان عنده موعد لازم يروح على الوقت أو قبل الوقت؟ طبعا على الوقت طبعا. هذه الزين يا حصة إذا تأخرت ربع ساعة ولا نص ساعة ما صار لا يجوز شيء. يا عبد الله لا يجوز، الاتفاق اتفاق والموعد موعد. 3:34455566 هكذا. يعني يا حصة هذه الموعد العربي شيء يا حصة، يعني يعطونك واحد يعطيك موعد يقول لك أنا بجي الساعة 4 يجي الساعة 4:30. الموعد العربي أنت قلتها، يعني لماذا هكذا؟ هيا أخبرني اشرح لي. يعني انا متوقع ان انا اروح ما احصل حد موجود واقعد انتظر نص ساعه ولا ربع ساعه، فخلاص ليش انا اروح قبل الناس؟ اروح معاهم، يعني هم معطيني موعد الساعه 4 انا بروح الساعه 4 وربع، لان ادري اذا رحت 4 ما حد موجود. يعني وهل هذا كلام معقول يا عبد الله؟ هل انت مقتنع بهذا الكلام؟ يعني شوي يا حصه شوي. هل كان العرب قديما هكذا؟ لا ما كانوا شي يا حصة. العرب كان عندهم الالتزام في الوقت وكان عندهم الإتقان في العمل، بس يا حصة مع الزمن تغير الوضع. وأنت تغيرت مع الزمن. خلاص احنا عايشين يا حصة في الزمن، شو نسوي بعد؟ لا يجوز يا عبد الله، هذا كلام غير مقبول أبدا. أريد أن أسأل أصدقائي بهذا الكلام. ما هذا؟ يعني يا حصة حمسين، بس يعني اسأليهم بشكل عام، بس لا تقولي لهم. لا رح أقول عبد الله لأنك دائما تتأخر عن الموعد. ألو. اهلا اهلا، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بصديقتي، من معي؟ عدي. عدي نعم. اهلا
يا عدي. عدي كم عمرك؟ 7. 7. وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ طيار. ماذا قلت؟ طيار. يا سلام، خذني معك لكي نسافر سويا يا عدي. حسنا. يا سلام. هيا أخبرني، هل تتأخر على موعد المدرسة؟ كلا. تذهب يعني في تمام الساعة 7 مثلا؟ 6. يعني طيب، ألا تذهب قبل ذلك أو بعد ذلك؟ كلا. طب أخبرني، لماذا تلتزم بالموعد تماما؟ قوانين. لم أسمع عدي، ماذا؟ قوانين، يقول هاي القوانين لازم نلتزم في الوقت. ممكن نروح قبل الوقت، بس يعني ما يصير نتأخر عن الوقت أو عن الموعد، صح؟ صح. يعني الحين إذا عندك موعد عند دكتور الأسنان موعد الساعة 4، أنت لازم تروح الساعة 3:30 عشان تدخل الساعة 4. إذا رحت الساعة 4:05 ما يدخلونك، صح؟ صح. بس يا عدي، يعني أحياناً إحنا الناس يعطونا مواعيد، يقولون احنا بنكون موجودين الساعة 4 ويتأخرون على الموعد، فأنت خلاص تتعود انه خلاص انت تعرف ان هذا الشخص بيتأخر، انت تتأخر بعد، عادي صح؟ وتصبح عادة لديك بعدها يا عدي. ها عادي. خطأ. خطأ؟ ليش خطأ؟ لماذا خطأ؟ يعني هي. يعني هو بيتأخر، فأنا ليش ما أتأخر؟ عشان الناس. عشان الناس. عشان شنو؟ تنتظر. انتظر، عادي اروح وانتظر، اهم شيء ان انا التزم في الموعد، صح؟ انه الموعد واحترام الموعد يدل على الالتزام والاخلاق وكل شيء. انزين، حصه يعني انا عن نفسي يعني مو بكل مرة أتأخر، يا حصة لا تقولين حق أصدقائنا أن أنا كل مرة أتأخر. كم مرة وعدتني أن تأخذني وتخلف الموعد؟ كم مرة يا عبد الله؟ يمكن مرتين، مرتين، ثلاث. مرتين، ثلاث، أربعة، 10، وقد بدأ هذا الموضوع يؤثر على نفسيتي يا عبد الله. لا لا لا، كل شيء على نفسيتك يا حصة. إنزين، يلا عدي، إحنا نبي نسمع منك شيء، شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب الدين، فذلك الذي يدعى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المامون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عدي، قراءتك مميزة وهدوء مميز، فأتمنى أنت يوم تقرأ القرآن دائما تقرأها بهالطريقة، ما تقرأ بسرعة، فدائما لازم يكون في خشوع في القراءة. والحين عندنا 4 ألعاب، أنا بقول لألعابنا يا حصة. تفضل. ألعابنا هي عندك ما هو، وعندك الحروف، وعندك ترتيب الجملة، وعندك أين. أي لعبة تبي تختار يا عدي؟ ترتيب الجملة. ترتيب الجملة. حلو، الحين راح نعطيك جملة كلماتها مش مرتبة وانت ترتبها لنا عشان تصير جملة صحيحة. جاهز؟ جاهز. شنو كلمة السر يا عدي؟ سمرة. لا أعلى، نريد حماس. أعلى يا عدي، انشط شوي معانا. ها، ساعة مرح. يلا خلينا نشوف مع بعض الكلمات. يجذب النجاح. النجاح. ليست مرتبة هكذا؟ لا يا حصة. مرة ثانية. يجذب النجاح. النجاح سهلة، بس بدل كلمتين. النجاح. يجذب. النجاح. النجاح يجذب النجاح. متأكد يا عدي؟ نعم. يعني صراحة أشوف أن الشخص الناجح دائما يجذب شنو يا حصة؟ النجاح. فأكيد إن شاء الله عدي تكون من الناجحين وتجذب النجاح لك ولهلك. شنو إجابته يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا عدي على اتصالك.
وأكيد خلونا الحين وياكم أصدقائنا نطلع ونشوف رسمة اليوم ونرجع بعدها. رسمة جميلة جدا شفناها وسهلة وبسيطة، صح يا حصة؟ صحيح، جميلة جدا ودقيقة أيضا. يعني حصة يعني ايش قصدك دقيقة؟ دقيقة يعني المواعيد يعني. ايه دقيقة المواعيد. يعني شكلنا اليوم ما راح نخلص من حصة احنا والمواعيد وهالأمور كلها، صح يا حصة؟ صحيح، إنها ورطة يا عبد الله، ورطة أن تخلف الموعد معي أنا بالذات. أكيد حصة، يعني أنت بعد يعني أحيانا تخلفين في مواعيدك يا حصة، ما تجين على الوقت. إيه؟ أي متى؟ هيا أخبرني كيف أنا حصة؟ الحين لا تعرفني أبدا. الحين شنو وين طلعت الذكريات يا حصة؟ لحظة خلنا أفكر. أوصر دماغك هيا. أي صح صح صح. لا في يا حصة. كم مرة وعدتينا أن أنت راح تجيبين علامات عدلة وعالية في الفيلم في المدرسة وما جبتي؟ أكلمك أنت، لا تطلعين تحت، لا تطلعين تحت. إيه ما رأى شيء من هنا لا حصة. أعرف ما هو. لا لا شوف شيء غريب. شوفين ألا يوجد اتصال؟ حصة أنا لا ما في الحين ما في اتصال، حتى لو في اتصال يا حصة أنا ما راح آخذه، بأخر حقاً. الاتصال أنت بتقولي ما عندي التزام في المواعيد، عادي حتى لو في اتصال ما راح آخذه بأخره. كم مرة يا حصة أنت وعدتينا؟ يعني ولكني يعني يا عبد الله يعني اعمل اقصى جهدي. انت قاعده تجتهدين بس ما قدرتي صح؟ لا قدرت في بعض المواد، ولكن في مواد كانت يعني صعبه. صعبه؟ ليش صعبه المواد؟ صعبه. ترى الامتحانات قربت يا حصه بعدين. ها ماذا؟ الامتحانات قربت يا حصه. صحيح، وانا يعني ادرس بطريقه يعني مخيفه. زين قولي لي شلون، قولي حق اصدقائنا يمكن يعني تفيدينهم في طريقه دراستك. كم مرة تدرسين؟ كم ساعة تدرسين؟ 5-6 ساعات؟ يعني تسألني؟ 7 ساعات؟ تسألني أنا؟ إي يعني أنت كم ساعة تدرسين؟ تقريباً حوالي 28 ساعة في اليوم. لحظة كم ساعة في اليوم؟ 28؟ 27 ها؟ واليوم اليوم كم ساعة فيه؟ 30؟ لا انت كم جبتي في الرياضيات يا حصه؟ لا من اجمل العلامات. ايه احسن علامات. والله بديت اشك شوي يا حصه. لا يا عبد الله لا، يعني هذه طريقتك المخيفه 28 ساعه في اليوم ها؟ تعرف شو الشيء المميز؟ انني اذهب الى الامتحان على الموعد بالضبط. رجعنا على موعد طبعاً. موضوع المواعيد ها؟ يا الحين لازم ناخذ اتصال يا حصه. حقا هيا الحين لازم ناخذ اتصال. ننتظر اتصالاتكم اصدقائنا ونذكركم بارقامنا اللي هي 4-4-3-3-3-4-4-4 ونقول الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. اهلا وسهلا، منو معاي؟ عائشة. عائشة اتصلتي علينا امس؟ لا عائشة واحدة ثانية. بس عائشة انت صديقتنا صح، تتصلي علينا دائما صح؟
نعم. إنزين عايشة كم عمرك ذكرينا؟ 7. 7. وشنو تبين تصيرين يوم تكبرين؟ معلمة لغة عربية. معلمة لغة عربية. يا سلام عليك. إنزين عايشة قولي لنا الحين إذا مثلا أنت عندك موعد مع صديقتك حلو؟ وقالت لك صديقتك الموعد الساعة 4، أنت الساعة كم تروحين الموعد؟ الساعة 3. يا سلام يا سلام يا عائشة يا سلام، ما الجواب الرائع، يعني قبل الموعد بساعة يا عبد الله. يا عائشة تروحين قبل احترام الموعد، احترام الموعد يا عبد الله. اي بس يا عائشة تروحين قبل الموعد بساعة، شو تسوين؟ تحسين بملل قاعدة؟ لا لا هذا يعني أنه أن عائشة تحترم الموعد وتحترم الناس وتحترم الوقت وتحترم القانون أيضا والالتزام. زين خلاص خلاص خليها تتكلم يا حسن. حسنا عشان شنو؟ عشان زحمة الطريق. عشان زحمة الطريق يعني تطلعين يعني من توصل البيت على الموعد. ايه تطلعين من البيت الساعة 3 عشان توصلين على الموعد صح؟ صح. انزين يا عائشة رائع يا عائشة. عادي يعني في ناس مثلا عندهم موعد الساعة 4 يوصلون الساعة 4:15 4:30 عادي. عادي ولا مو بعادي؟ الو مو بعادي. ها؟ مو بعادي. مو بعادي صحيح يا عائشة، وخصوصا إذا لم يتصل ولم يعتذر لتأخيرها، ليس كذلك؟ صح. أعرف أعرف، أنا أحب المواعيد جدا وملتزمة فيها دائما. زين. وبعض الأشخاص يعني ماذا أقول لك يا عائشة ماذا؟ من تقصدين لا يهتموا أبدا لا لموعد ولا لأشخاص ولا لشيء. من تقصدين يا حصة؟ تقصدين عائشة؟ تقصدين عائشة ولا تقصدين عائشة؟ لا عائشة رائعة. أقصد شخص آخر. زين عائشة شنو حابة تسمعينا؟ أسودة. يا سلام يلا قولي. لي في جسمي 5 حواس أبدع على الخالق للناس، لولاها ما كنت سأحيا بالتفكير وبالإحساس، سمع بصر لمس شم وكذلك ذوق بالفم، لي في جسمي 5 حواس أبدع على الخالق للناس. يا, يا سلام أحسنت عائشة. عائشة شيء جميل جدا. جميل جدا صحيح. يعني الحين لو نسأل عائشة شنو الخمس حواس بتقول لنا؟ ها شنو الخمس حواس يا عائشة؟ الشم. ايه والسم. الشم وشنو؟ والتذوق. والتذوق حلو. والنظر. والنظر والسمع. ولا اللمس، ما قلت اللمس. واللمس. اللمس صحيح. يا سلام حلو يا حصة ان احنا نحفظ الاشياء اللي نحبها واللي نبي نتعلمها عن طريق الاناشيد صح ولا لا؟ طبعا يعني يا عبدالله الاناشيد تتم في بالنا احنا حافظينها ونعرف من خلالها ونتعلم، فهذه يا حصة اصلا طرق يعني مميزة ومبتكرة للتعليم. أنت تحتاج إلى أغنية جميلة عن المواعيد أيضا. صحيح صحيح. فنتمنى إحنا من كل المدارس إنه يعني يبتكرون طرق جديدة للتعليم على أساس إن الطالب والطالبة يحبون الدراسة، يحبون إنهم يحضرون المدرسة، يتعلمون أكثر، يتثقفون أكثر. الحين يا عائشة راح نعطيك عجلة الحظ ونشوف عجلة الحظ أي لعبة راح تختار لك. يلا يا عجلة. ها عجلة الحظ فيها 5 ألعاب وراح تختار لك لعبة يا عائشة، وهي اجمع الصورة. تشوفين التلفزيون الحين يا عائشة؟ نعم. يلا الحين يا عائشة تطلع لك صورة ونبيك توصلين لنا الحروف بالأرقام. جاهزة؟ جاهزة. كلمة السر يا عائشة؟ ساعة مرح. لا هيا نريد حماس. نبي أكثر يعني أقوى شوي. ساعة مرح. زين يلا حسنا يلا حسنا هيا نشوف الصورة تطلع لك يا عائشة. هيا يا عائشة ألف مع ألف مع واحد. ألف مع واحد حلو. وباء
وباء مع اثنان. رائع. جيم. سهلة يا عاشة. جيم. ثلاثة. ثلاثة صح. وأربعة. والأخيرة دال. دال مع أربعة. دال مع أربعة وأربعة مع دال. وشنو طلع لك في الصورة يا عاشة؟ نحلة. نحلة. نحلة شنو تعطينا؟ العسل. تعطينا العسل. صحيح. يا سلام. وأنت إجابتك شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا عاشة. وعاشة قالت إن هي تلتزم في المواعيد، تروح أو تطلع من البيت قبل الموعد بساعة. صحيح. 40 دقيقة عشان توصل على الموعد. بس صحيح. أنا أشوف يعني عادي إذا وصلنا متأخرين 5 دقائق أو 10 دقائق. عبد الله لا تقل هذا دام أصدقائنا، لا يجوز. زين بفكر في الموضوع يا حصة. خلنا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هذا نواصل معاكم ساعة مرح. حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم مكملين معاكم برنامج حياتنا، وأكيد ننتظركم برنامج ساعة مرح. آسف، ساعة مرح. ساعة مرح مو برنامج حياتنا. فننتظركم وننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 44-333-444. ودائما احنا موجودين من الساعة 4 لين الساعة 5، وننتظركم دائما معنا وننتظر مشاركاتكم الكثيرة. صحيح حصة؟ طبعا طبعا. والالتزام بالمواعيد أيضا لا ننسى، يعني نبدأ الساعة 4 الساعة 4 بالضبط، وننتهي الساعة 5 أي الساعة 5 بالضبط. انزين خلنا ناخذ اتصال ونشوف الاتصال شنو يقول. ألو، السلام عليكم. السلام. اهلا. منو؟ لحظه السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن. احس انه عبد الرحمن. صحيح. عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن. صديق البرنامج. اهلا وسهلا يا عبد الرحمن. بس صوته بدا يتغير شويه حصه. حقا؟ كم عمرك يا عبد الرحمن الحين؟ 10 سنوات. 10 سنوات. ما شاء الله. كان يتصل علينا عبد الرحمن يوم كان عمره كم؟ 8. صحيح. صح. اول مره اتصلت علينا كم كان عمرك؟ 8. 8 ما شاء الله. يا سلام، صديق البرنامج. وماذا تريد ان تصبح عندما تكبر؟ ضابط. صحيح، لقد تذكرت. اكيد. اهلا يا عبد الرحمن. هيا اخبرني يا عبد الرحمن، ما رايك بالمواعيد؟ هل تلتزم بمواعيدك؟ نعم. حقا؟ يعني اذا كان حق. لديك موعد الساعه 3، متى تخرج من المنزل؟ أما الحساب الزحمة أخرج بدري. يعني تصل على الموعد بالضبط الساعة 3. نعم. ليس 3:15 أو 3:30. لا. طب أخبرني لماذا؟ ما الفرق؟ لا تحدث زحمة. لا يعني تقول لك الحين شنو الفرق إذا مثلا وصلت على الوقت أو تأخرت 5، 10، ربع ساعة، شنو بيصير يعني؟ ما راح يصير شيء صح؟ يصير شيء. شنو اللي بيصير؟ صديقي بيزعل. صديقك بيزعل. صحيح. صح. زين يعني عبد الرحمن، احيانا احنا نروح اماكن الناس يعطونا موعد الساعة 4 وهم يجون مثلا الساعة 4:30، فخلاص احنا نتعود على هذا الموضوع ونتأخر معاهم عادي صح؟ لا. بعد لا؟ ليش؟ نلتزم بالقوانين. احنا نلتزم، يعني اذا هم عطونا موعد الساعة 4 احنا نكون موجودين الساعة 4، ما علينا من الناس اذا تأخروا او ما تأخروا، صح؟ صح. يعني انا اقول يا عبد الله ان يجب ان تكون قدوتنا الناس الذي تلتزم بالموعد، وليس الناس التي لا تلتزم بالموعد، صحيح؟ صحيح صحيح يا حصة. يعني اذا صديقي لا يأتي في الموعد بالضبط انا سأزعل. انت بتزعلين اذا ما جاء؟ فما بالك اذا كان اخي. زين يا حصة. صديقي. حصة بس يعني أنا ترى يعني مرة مرتين يا حصة، لا تقعدين تقولين حق الناس إن أنا دائما أتأخر، تعطينا نظرة عني إن أنا أتأخر دائما. أتأخرت أم لم تتأخر؟ هل أنا أظلمك؟
يعني احس انت ما تظلمي. قل قل يا عبد الله. عبد الرحمن شنو حابب تسمعنا؟ سمعنا حسنا. انشوده 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 يلا سمعنا. هيا تفضل. نحو الافضل اسعى قدما واطور نفسي اتقدم وطموحي يكبر في قلبي وله انا دوما اتعلم اطمع ان نقدو في وطني ممن يبني ممن يفنى ينفع كل الناس ويبقى يطمح يمضي نحو الارفع لن ابقى ابدا بمكاني بل انظر نحو المستقبل وطموحي يزداد ويقوى وله اسعى وله اعمل. يا سلام. احسنت يا عبد الرحمن. يا سلام عليك يا عبد الرحمن. انشوده جميله وفيها عبره ان الواحد يعني دائما يطمح للافضل، دائما ما يقعد مكانه، دائما يكون افضل في الشيء اللي هو قاعد يسويه ويبدع فيه. يلا الحين العجله عند حصه. هيا. حصه عندك عجله الحظ. الى عجله الحظ. هيا تحركي. طبعا عبد الرحمن يعرب العابنا كلها يا حصه. طبعا مره ماذا ستختاروا له؟ مر على كل العاب. سين جيم. حسنا يا عبد الرحمن سنعطيك سؤال وعليك إجابة هذا السؤال. حسنا حسنا. هيا كلمة السر. ساعة مرح. يا سلام. هيا يلا السؤال يقول ما اسم بائع العطر؟ بائع العطر. بائع العطر. العطار. العطار. يا سلام يا عبد الرحمن. تأكد يا عبد الرحمن. ثبت. أنا أقول لك فكر. أنا أقول ثبت. ها ثبت. ثبت. سنت. ثبت. والله يا عبد الرحمن حاولنا معاك. فكر يا عبد الرحمن شوي بعد لا تسمع حصة ترى حصة أحيانا توترك. لا لا ثبت ثبت يا عبد الرحمن. خلص الوقت. اسمع ممن يلتزم بالموعد. وللأسف إجابتك يا عبد الرحمن صحيحة. يا سلام عليك. شكرا لك صديقنا المميز عبد الرحمن. يعني أصدقائنا المميزين اللي يتصلون علينا دائما خلاص إحنا من أول ما يقولوا السلام عليكم نعرف صوتهم. صحيح الصح؟ صحيح. يعني عندنا عبد الرحمن، عندنا صديقنا بعد إسلام. صحيح. وعندنا عاشة قبل شوي. فعندنا أصدقاء وايد نعرفهم على طول. فخلكم أصدقاء البرنامجنا واتصلوا علينا دائما وشاركوا معنا. خلونا الحين وياكم نشوف فقرة جديدة وأكلة جديدة ونرجع. تبين كيك يا حصة؟ يا سلام أكيد. يلا خلينا نشوف الكيكة اللي راح يسوونها لنا اليوم ونرجع بعدها. أهلا أصدقائي، أنا الشيف روفانا والنهاردة هعمل لكم حلو ولذيذ جميل وسهل اسمه شوكليت كيك. أول حاجة نحتاجها نص كوباية زبدة، كوب إلا ربع حليب، واثنين بيض، ومعلقة صغيرة فانيلا، وكوب سكر، ربع كوب كاكاو، بيكنج باودر معلقة كبيرة، كوباية ونص دقيق، صوص كراميل، واثنين سبرينكلز للتزيين. أول حاجة هنحتاج بولة وزبدة وسكر ونضربهم مع بعض في البولة، وبعد كده هنضرب الزبدة والسكر بالمضرب. هنضيف البيض والفانيليا عشان ريحة الكيك تكون حلوة. دلوقتي هنضيف الحليب ونخلط كل المكونات السائلة. دلوقتي هنضيف كل المكونات الجافة ونخلطهم. دلوقتي هنضيف المكونات الجافة مع المكونات السائلة. وبعد ما خلصنا خليط الكيك هندهن الصينية بالزبدة. وبكده الصينية جاهزة وهنصب الخليط. وبكده نكون خلصنا الكيكة، بس هنطلب من حد كبير يساعدنا نحطها الفرن. وبكده هنكون خلصنا الكيكة، بس
هنزينها، بس قبل ما نزينها خلينا نشم ريحتها. واو ريحتها حلوة قوي، يلا نزينها. وبعد ما حطينا الصوص الكراميل هنحط السبرينكلز. أصدقائي أصدقاء ساعة مرح، الكيكة جاهزة ولازم تجربوها وشكلها حلو. وبالهنا والشفا. شكراً 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 لصديقتنا على هذه الكيكة الجميلة، صديقتنا روفانا. ايش رايك يا حصة؟ يبدو أنها لذيذة يا عبد الله. أنا صراحة بعد ما شفت المقطع هذا خاطري روفانا تجينا هنا في الاستوديو يا حصة وتسوي لنا كيكة. يا سلام، هيا يا روفانا تعالي. لا لا مو لا لا مو بالحين، مو بالحين، بنرتب ان شاء الله معاها ونجيبها عندنا ونجيب اصدقائنا عندنا بعد يا حصة، ونسوي لهم العاب عندنا في البيت يا حصة. يا سلام، كما اتمنى ذلك يا عبد الله. ان شاء الله بنجيبهم يعني الفترة الجاية ان شاء الله بنجيب اصدقائنا معانا، فاكيد وياكم اصدقائنا ننتظركم، ننتظر مشاركاتكم، اتصالاتكم، اصدقائنا المميزين راح نجيبهم عندنا يا حصة. طب متى الموعد؟ الموعد لح شوفي لحين ما حددنا الموعد يا حصة. إذا حددنا موعد يجب أن نلتزم. إذا إن شاء الله أكيد يا حصة أصدقائنا بيكونوا عندنا فلازم نلتزم في أنا الموعد. أنا لا أخاف من أصدقائي لعدم، لأنهم سوف يلتزمون. أنا أخاف من شخص كبير لا شخص يلتزم أبدا. شخص كبير اسمه يعني أول حرف من اسمه عبد الله. عبد الله منو؟ في وايد عبد الله يا حصة. عبد الله الذي يقف أمامي. أنا؟ لا لا يا حصة، أنا واقف يمينك مو أمامك يا حصة. بعدين يا حصة يعني إذا أصدقائنا جاوا عندنا أنا كنت مناورات ومراوغات وحسناً. أصدقائنا إذا جاوا عندنا يا حصة راح إن شاء الله نلتزم ونكون موجودين قبلهم عشان نرويهم البيت ونرويهم الأشياء الكثيرة اللي عندنا يا حصة. حسناً. يلا خذي الاتصال. ألو، أهلاً يا سارة. ألو ألو، أهلا سارة صديقة البرنامج، كيف حالك يا سارة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا يا سارة. سارة كم عمرك؟ 4 سنوات. يا سلام، ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ طبيبة أطفال. وأنا أيضا. هيا أخبريني لماذا؟ هل تحبين الأطفال؟ نعم. يا سلام كم هذا رائع. وأنا أيضا يا سارة. هل سمعت عبد الله؟ سمعت. سارة قولي لنا، أنت الحين في البيت تلعبين، تلعبين يعني في الحوش ولا تلعبين داخل البيت؟ في الحوش. في الحوش. زين تلعبين في الحوش العصر ولا بعد ما تغيب الشمس؟ الشمس. بعد ما تغيب الشمس، لأن درجة الحرارة تكون عالية الظهر أو العصر فما يصير نلعب برا. إنزين عاشة قولي لي. أي حر، وايد حر صح؟ إيه وايد حر يا سارة. إنزين سارة، أنت تحبين الصيف أكثر من الحر ولا تحبين الشتاء البرد؟ حر. تحبين الحر؟ إيه. سمعتي حصة تحب الصيف. يا سلام. يعني إذا تحب السباحة سارة أليس كذلك؟ إيه. وأنا أيضاً. زين سارة الحين مثلاً أحب شامبول. تحبين شنو؟ شامبول. تحبين السويمينج بول؟ إيه. يا سلام. يا سلام أنا أيضاً. تحب المسبح. زين سارة الحين عندي سؤال، إذا مثلاً أمك قالت لك يا سارة إحنا بنطلع اليوم بنروح الألعاب، انت تطلعين مع امك؟ اوكي. لا مو اوكي. لحظه. انا وقت امك الحين. زين اذا انا قالت بنروح الالعاب الساعه 4، انت من متى تكونين جاهزه؟ من الساعه 4 ولا قبل؟ 3. الساعه 3 تكونين جاهزه. انا الساعه 12. الساعه 12 عشان الالعاب يا حصه. صحيح.
زين عادي يا ساره، مثلا هي تقول لك الساعه 4 عندي تجين الساعه 4 او الساعه 4 وربع تتاخرين شوي عادي ولا ما يصير تتاخرين؟ لا ما يصير. ها صح، يعني لازم نلتزم في مواعيدنا، صح يا ساره؟ اكيد اكيد. يا سلام عليك. يلا ساره شنو حابه تسمعينا؟ قران. يا سلام يلا تفضلي. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انزين. بسم الله الرحمن الرحيم، كل رب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الكناس الذي يوشوش في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا سلام قرأت لنا سورتين. صحيح احسنتي يا سارة. بس سارة مرة ثانية ان شاء الله يوم تقرين القرآن تقرين بهدوء وترتيل عشان يعني تقرين عدل. زين ان شاء الله ان شاء الله. يلا الحين اربع العاب صحيح حصة؟ اكيد. يلا خل نشوف الاربع العاب ونخلي سارة تختار اللعبة اللي تبيها. شنو العابنا يا حصة؟ اللعبة الاولى ما هو، واللعبة الثانية الحروف، والثالثة رتب الجملة، والأخيرة أين؟ ماذا تختارين؟ يا سارة عندك ما هو والحروف والجملة ما وأين؟ هو ما هو. حلو، الحين بشرح لك إياها، بنعطيك معلومة ومن خلال هذه المعلومة أنت لازم تعرفين إحنا شنو نقصد. إذا ما عرفتي من المعلومة الأولى نعطيك معلومة ثانية، وإذا ما عرفتي نعطيك معلومة ثالثة لين ما تعرفين الإجابة. زين يا سارة؟ أوكي. يلا شنو كلمة السر؟ سعد مرح. لا أنا بحماس أكثر يا سارة. سعد مرح. يا سلام. يلا نشوف المعلومة شو تقول. طعام سائل. ما هو؟ نعطيها معلومة ثانية. حليب. لا حليب. 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 يا سلام شوف الإجابة شنو؟ حليب. يا سلام. من المعلومة الأولى يا سارة. يا سلام والله ما شاء الله عليك يا سارة، احنا ترى الناس نعطيهم معلومتين ثلاثة ما يعرفون. صحيح. انت من المعلومة الأولى على طول عرفتي، فشكرا لك يا سارة، والله يحفظك ان شاء الله حق امك وابوك. وشنو اجابتها يا حصة؟ اكيد صحيحة. شكرا لك يا سارة. يعطيك العافية. الحين وياكم اصدقائنا بعد اتصال سارة الحلو نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم برنامجنا. حياكم الله ويانا اصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومتواصلين دائما معاكم في ساعة مرح، وننتظر اتصالاتكم على الرقم 4433-3444. حصة. نعم. الحين انا جيت لين عندك. تفضل. خلاص الحين اذا جات اتصالات او اصدقاء اتصلوا علينا قولي لهم عن المواعيد يعني، بس لا تقولي لهم ان انا تاخرت اليوم. لماذا؟ يعني انصحيهم بس يعني لا تقولين عبد الله تاخر وعبد الله ما يلتزم في المواعيد. انا التزم يا حصه، بس احيانا يا حصه يعني تروح علي نومه مثلا، او احيانا ما احسب حساب الزحمه يا حصه. زحمه احيانا. يعني الحين اذا حد اتصل لا تقولي له ان انا اتاخر، يعني قولي لهم يعني في شخص، بس لا تقولي ان انا. لا يا عبد الله مستحيل، انا صادقه دائما مع اصدقائي. زين. لماذا يعني؟ اما الحصه دائما غلطانه وتقول حصه 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 حصه. خلاص خلاص يا حصه، انا بعد راح اكون صادق مع اصدقائي وبكشف كل الاشياء اللي انت تسوينها يا حصه. ايه ماذا؟ في اشياء ترى انت تسوينها انا ما قلت حق حد. لا 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 يا عبد الله، هذا كلاما يعني هذا سر. لا يجوز ان تفبوحوا بالاسرار. بس يا حصه يعني انت قاعده تقولين تتكلمين عني، فانا يعني بضطر ان انا اتكلم عنك. الو. يلا خذي الاتصال يا حصه. الو. الو ساره اين انت؟ الو الو. يلا راح الاتصال، خلينا نشوف اتصال ثاني يا حصه. الو. زين حصه لين ما يجهز معانا ساره. يلا الو ساره. الو اين انت يا ساره؟ الو.
الو انا هنا. انت هنا. انت هنا. زين منو معاي؟ ساره. نعم. ساره كم عمرك؟ 6 سنين. 6 سنين. حلو. ساره شنو حابه تصيرين يوم تكبرين؟ معلمه. معلمه شنو؟ عربي. معلمه لغه عربيه. يا سلام. زين ساره ايش رايك؟ الالتزام في المواعيد مهم ولا ان عادي نتاخر على الموعد؟ يعني احنا اذا نبي شيء نلتزم في الموعد، اذا مثلا كنتي انت كلمتي صديقتك قلتي لها انا وانت لازم نتقابل الساعه 4 وانت رحتي وصديقتك جات الساعه 4:30، هل هالتصرف صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. ليش خاطئ؟ لان صديقتي راحت الساعه 4:30 وانا رحت الساعه 4. يعني ما تاخرت نفس الوقت. ما رحت نفس الوقت، يعني صديقتك تاخرت عليك وما التزمت بالموعد، صح؟ زين ساره انت شنو تسوين عشان تكونين ملتزمه بالموعد؟ يعني مثلا تطلعين قبل الموعد ولا يعني تحسبين حساب الزحمه؟ شنو تسوين؟ لا عبد الله هي لا تسوق، لا تحسب حساب الزحمه. لا يعني هي اكيد بتروح مع احد يسوق يا حصه. شلون بتروح؟ مشي. حسنا. زين ها ساره انت شنو تسوين عشان تلتزمين بالمواعيد؟ ها تطلعين قبل الوقت صح؟ يعني مثلا موعدك الساعة 4 تطلعين الساعة 3:30 مثلا صح؟ لا. ها أروح الساعة 4. صح تروحين الساعة 4. زين سارة أحسنت. شنو حابة تسمعينا؟ ها سارة قرآن وشودة؟ قرآن. يلا هيا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحين يا سارة راح نشوف عجلة الحظ، وعجلة الحظ راح تختار لك اللعبة، صح يا حصة؟ أكيد. يلا خلينا نشوف مع بعض عجلة الحظ شنو بتختار حق سارة. هيا تحركي يا سارة. عندك ترادف وتضاد. ترادف وتضاد. الحين راح نعطيك كلمة ونطلب منك مرادفها أو ضدها. جاهزة يا سارة؟ جاهزة. كلمة السر. قولي ساعة مرح بصوت عالي. ساعة مرح. يلا يلا خلينا نشوف السؤال مع بعض. ركزي يا سارة. السؤال يقول ما هو ضد كلمة ناجح؟ ضد يعني عكس. يا سارة عكس كلمة ناجح. راتب. شنو؟ راتب. لا في شيء ثاني. راسب أو في كلمة ثانية بعد حرف الفاء. خاسر. فاشل. وإجابتك كل الإجابات اللي قلتيها إجابات شنو يا حصة؟ صحيحة. إجابات صحيحة. شكرا لك يا سارة على اتصالك ويعطيك العافية. عندنا بعد اتصال ولا؟ يلا خلنا ناخذ اتصالنا ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معاي؟ إبراهيم. أهلا يا إبراهيم. إبراهيم كم عمرك؟ 7. 7. شنو حاب تصير يوم تكبر يا إبراهيم؟ ضابط. ضابط. حلو. زين إبراهيم نبي نتكلم عن موضوع ما حصة. تبي تسأليني عن الموضوع؟ هيا أخبرني يا إبراهيم، ما رأيك بالمواعيد؟ يعني إبراهيم، يعني هل أنت شخص من الذين يلتزمون الموعد أم لا تهتم؟ صح.
يعني إبراهيم أنت الحين أنت تحب تلعب كورة إبراهيم؟ نعم. زين الحين مثلا أنت ربعك حجزتوا ملعب الساعة 7 عشان تروحون تلعبون كورة، فأنت أو أنت رحت على الموعد رحت الساعة 7 وفي 3 أو 4 من ربعك ما جاوا على الوقت، جاوا بعد نص ساعة من الوقت وخربوا الفريق وخربوا اللعب، هل هالتصرف صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. يعني أنت الحين شنو تسوي إذا مثلا عندك لعب الساعة 7 شو تسوي عشان توصل على الوقت؟ شنو؟ التزم بالوقت. تلتزم بالوقت، يعني مثلا لعبك الساعة 7 أنت تطلع من البيت الساعة 6:15 6:30 عشان توصل على الوقت، صح؟ صح. يا سلام عليك. زين الحين شنو حاب تسمعنا يا إبراهيم؟ سورة القريش. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا إبراهيم ويعطيك العافية. وأكيد إبراهيم احنا دائما لازم نلتزم بالوقت ولازم نوصل على الوقت، وأكيد الحين راح نلعبك بعد على الوقت عجلة الحظ ونشوف عجلة الحظ أي لعبة راح تختار لك يا إبراهيم. عندنا يا حصة 5 ألعاب. صحيح. نشوف إبراهيم أي لعبة ماذا ستختار له. رتب الأحرف الحين يا إبراهيم، راح نعطيك حروف كلمة كلمة حروف كلمة حروفها غير مرتبة وعليك أنت بترتيبها. حسناً. صح. كلمة حروفها غير مرتبة وأنت ترتبها لنا يا إبراهيم. جاهز؟ جاهز. يلا إبراهيم. شو إبراهيم يا أخي تحمس معانا شوي، خلنا نسمع صوتك، على صوتك شوي، عطنا كلمة السر. كلمة السر. قول ساعة مرحب بصوت عالي. ساعة مرحب. يلا إبراهيم شكله تو قاعد من النوم. صحيح. يا حصة. يلا إبراهيم عندك حرف الدال والنون والياء واللام والباء والعين. أول حرف العين. دلنا عليب. لا قاعد أقول لك أول حرف عين يا حصة. حسنا. ها حرف العين أول شيء يا إبراهيم، شنو ممكن تكون الكلمة؟ عن عندليب. يا سلام عليك يا إبراهيم، وإجابتك أكيد أكيد شنو يا حصة؟ صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا. وفي ختام حلقة اليوم، قبل الاختتام هاي حصة أريد منك وعد. شنو يا حصة؟ قولي. أن تلتزم بالمواعيد دائما يا عبد الله، هل تستطيع ذلك؟ إن شاء الله يا حصة. يعني أنا أبي أقول شيء في الختام، دائما إحنا لازم نلتزم بمواعيدنا في أي مكان نروحه أو أي شيء نبي نسويه، لأن الالتزام بالمواعيد يدل على شخصية الشخص. إذا الشخص كان ملتزم بمواعيده في أي مكان يروحه راح يفرض احترامه على الناس الموجودين، لأن الالتزام بالموعد يحصل ترى شيء جدا مهم، سواء الالتزام بالموعد مع الأصدقاء، سواء الالتزام بالموعد مع في العمل، أو التزام الأخت الصغرى، التزام بالموعد مع الأخت الصغرى، العمل، أشياء وايد تعتمد على الوقت وتعتمد على الالتزام. فإحنا يعني إذا مثلا يا حصة كان عندنا موعد الساعة 4 نطلع قبلها بوقت الساعة 3 3:30 إذا كان المكان بعيد شوي، على أساس إنه نحسب حساب الزحمة لأن ما ندري شنو ممكن يصير، فنلتزم بالمواعيد. صحيح صح؟ صحيح. شو تحبي تقولين؟ إلى اللقاء ونراكم في الحلقات القادمة. شوفكم إن شاء الله في حلقتنا الجاية. وصلنا وياكم ختام ساعة مرح. إلى اللقاء.